رسميا الاثاث اللي بتشوفون الحين بيجننكم من افخم وارقى واجود انواع الاثاث حول العالم موجود في عمان. لا وبشركم عاملين خصومات لا صارت ولا بتصير الى 70%. نحن في ارينا هوم للاثاث، مشروع لشباب عمانيين ولكن اوب بستايل عالمي. مسقط مول، الدوار اللي عند نستو، ويلكم تو ارينا هوم. انت يا ريال هذا مول، هذا مش اثاث، هذا مول متكامل للاثاث. غرف نوم، الجلسات، القعدات، خارج داخل بيتك ينطلق جماله من هنا. ارينا هوم. شوف الضيافه وشوف الخدمه وشوف الشغل الراقي. انا ما عندي وقت. مباشره ويلكم تو ارينا هوم. اسمعوا صدمه الاسعار بعدين بنتجول. واو يا جماعه الخير، هذه الصوفه من 1300 الى 480. بس ايش شيء صدمه. محمد، قماش ايطالي براند تركي موجودين في 60 دوله حول العالم. خلونا من الاثاث الخارجي، انا بروح لاثاث الاطفال. خالد، طبعا ما لازم اخذ كل غرفه بكل اللي فيها. لا ما شرط، كل قطعه بسعرها. زين، الان احنا في غرف الاطفال يا جماعه. نعم. السرير من ارينا هوم هذا بكم؟ هذا ب 200 ريال. يا سلام، ايش رايك نشوف شيء ثاني؟ يلا. وعندك نموذج هنا لغرف الاطفال، وعلى سبيل المثال هالسرير ب 184 ريال. في لون اخر بناتي وكذلك ب 184، وعندك قائمه لكل قطعه موجوده في المعرض. الاثاث الخارجي من 35 ل 50%. يا جماعه حاجه مجنونه. ايش هالاثاث اللي موجود عندهم؟ حاجه واو من الاخر. شوف لما يكون عندك حمام سباحه وتاخذ هذا الطقم كامل من ارينا. الله 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 على الشغل الترند، الله على الشغل الترند. حرك يا خالد، هذا كل الاطقم تتوسع. تبى ترتاح؟ اي نعم، وتكون عملي بكل سهوله. نعم خالد. هلا. ايش هنا؟ هنا خزائن الملابس، تصمم الخزائن بالطريقه اللي يحبها ذوقك يا رجل ابداع. هنا تخزن مجوهراتك، تفصل الالوان اللي تحبها، حتى التقسيمات، الالوان، الادراج. عندنا اكثر من 1000 تقسيمه يا حبيبي. يا جماعه ايش هالجنون، ايش هالجلسات، ايش هالشيء المبهر. تفنن في صاله المجلس، صاله البيت. شوف الفخامه، تعال هني، شوف الفخامه، شوف اللون، شوف الاطقم، شوف غرف النوم. يا رجل يا انا ما انا خلاص انا منصدم. واحد من الادوار عندهم، شوف فخامه المكان. انت ايش تبغى؟ انت ايش تبغى؟ انت تي هني، هني اتي، اذا ما تتشرع اتي بس تخلي عينك تستمتع بهذا الجمال. بس تعال شوف هذا الجمال في ارينا هوم. الله 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 الله. اختار، تبى غرفة نوم، ايش اللي تبى؟ تبى قاعدة، تبى صالة، تبى مجلس، تبى ايش اللي تبى؟ اللون، الشكل، التصميم، الديزاين. يا جماعة بس اباكم تزوروا المكان، لا تشتروا، بس زوروا ارينا هوم. شوف 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 شوف. الآن المكان اللي بتشوفونه هذا قسم آخر لأصحاب الذوق الرفيع. هذا شغل شغل هني. واو واو، إيش هني؟ إيش هذا الإبداع وهالتقسيمات؟ يا الله، شوفوا هني الطقم الكامل هذا. واو واو، شوفوا اللمسات، ها شوفوا اللمسات، شوف الطقم اللي هني المتكامل هذا. هني هني اللي ما يتحمل يشوف الجمال لا يدخل هالقسم. هذا القسم اسمه الشيمة. اخضل لي منه طقم. شوفك مستانس على هالقعدة هذه. والله تعال قرب شوف، مريح جدا. هذا النوع فخم فخم راقي، يعني التعب كله على هالسرير تنساه في دقيقة. يا الله، هذا شكله بخليني انساه. هذا الطقم اسمه ترند،
وفعلا هو ترند. شوفوا يا جماعة، شوفوا الفخامة في هالمكان وفي هالشغل. وفي الأخير أخوي محمد، إحنا نقدم خدمات جدا ممتازة، منها الأقساط الشهرية بدون أي فوائد. ضف على ذلك إحنا نوصل تقريبا معظم محافظات السلطنة حتى صلالة، واستغلوا الفرصة للعرض من 35% إلى 70%، لأنه هذا أول مرة. فرع؟ فرعين، فرع مول عمان، والفرع الرئيسي الكبير اللي فيه الخيارات أكثر فرع المعبيله.